أما هلأ ليا أولى محطاتنا لليوم مع الشباب اللي عم يحاول دائما يأسس ضمن هي الظروف الصعبة اللي عم نمر فيها، يدخل سوق العمل ويأسس مشروع الخاص. كتير من الشباب بس عم يتخرجوا عم يتوجهوا لمشاريعهم الخاصة ويبدوا خطوة بخطوة. اليوم معنا صبية جميلة مهندسة زراعية رح تحكي لنا عن مشروعها وقديش اليوم مهم فعلا دخول الشباب لسوق العمل. مع أمل إبراهيم، يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباحكم سبايا، شكرا لاستضافتكم لإلي. اهلا وسهلا فيكي امل. تروبي فارم، يعني بالبدايه خلينا نحكي عن هالمنتجات يلي هي موجوده معنا اليوم البعض منا، ولكن ليش اخترنا، كيف اخترنا الفكره، ليش اخترنا الاسم، كيف بلشنا انت ومين بالجروب؟ هلا انا وهذا المشروع بلشته مع شريكتي ورفيقتي نور ابراهيم. هو اساسا هي المنتجات ما كانت مشروعنا الرئيسي، يعني نحن مشروعنا الرئيسي مشتل استوائي، بنعمل فيه بنعمل اكسار للغراس الاستوائيه، بننتج فاكهه استوائيه، بنوزع على المشاتل على الافراد، بنساعدهم على انه يزرعوها مثلا على الشرفات على الاسطح. هلا هي المنتجات هي ظهرت تلقائيا لما نحن توسعنا اكثر بدراسه الغراس الاستوائيه، لما شفنا اهميتها الطبيه. هلا الخلاصه الاستوائيه اللي نحن شفنا انه هي لها كثير فوائد، معقمه ومطهره ولها فوائد تجميليه، حتى نحن بلشنا بمنتج يعني واحد فيك تقولي هو ظهر تلقائيا لحاله، وبعدين وصلنا لتقريبا 24 منتج. بس ما كان شيء عبثي، يعني نحن درسناه وشفنا فوائده وشفنا خصوصيته هي اللي بتتميز فيها والتركيبات الصح. اكيد تمام. هي الصابونه شو اذا بدنا؟ هلا هي الصابونه انت فيك تقولي انه مو موجود في منها باي مكان بالعالم، يعني نحن عم نعمل عليها هلا براءه اختراع. صابونه مستخدمه مستخلصه من خلاصه جزء فاكهه التنين الاستوائي. طبعا فاكهه التنين الاستوائي الدراغون فروت، نحن عم نزرعهم بالشام بمنطقه العدوي، والحمد لله انه نجحت. يعني انه استوائيه وعم تطلع بالعدوي تماما. هي كثير مرينه بيئيا لدرجه انه هي طلعت بمناخ الشام اللي هو مناخ جاف، يعني كلياتنا بنعرف. صابونه جذع فاكهه التنين الاستوائي هي بالاساس نحن طورناها كمعقمه، كمطهره للبشره، بس لها خصائص تجميليه بالترطيب وبالتنعيم وبالحفاظ على رطوبه البشره. طيب خلينا نحكي، رح نحكي عن المنتجات اكثر، بس خلينا نحكي بما انه عم تقولي مثلا مثل هي الصابونه الاولى من نوعها لانه مستخلصه من اساسا غرس نباتيه تم زرعها ضمن المناخ السوري لكن مش موجوده، لانه نحن بنعرف هي كلياتها استوائيه. شو الغرس اللي موجوده بمشتلكم؟ مانا موجوده بمشتلنا، في عنا عده اصناف استوائيه من الفيجوا، الفيجوا اللي هي نصف استوائيه روسيه، القشطة، المانجا، الأفوكا، الدراغون يلي هو نحن عم نزرعه على شكل نطاق أوسع، يعني فيك تقولي نحن متخصصين بالدراغون. تمام. وطيب يلا مشان صرنا نعرف وين في موجود لأنه عم نجيبه من طرطوس، بحس ما في منه بالشام. كمان خلينا نحكي في هذا الشيء هو مرطب للشفايف، خلينا كمان نحكي عنه. نحن مو بس اختصاصنا لكان شيء صوابين، شيء للنظافه، كمان شيء تجميلي صح؟ تجميلي اكيد. خلينا نحكي شو هي؟ هي جلاسرين وشيء؟ لا، هي عباره عن خلاصه الفاكهه تبع الدراغون، اضافه لزيت الورد وزيت اللافندر. نحن هي الزيوت مستخلصه بانفسنا، يعني ما بنشتري شيء صناعي. فيك تستخدميها كمان لخدودك كتنت. بتورد وبتعطي لون؟ بتورد. بتضاين. خلينا نشوف كيف بتعطي لون خفيف، يعني طبيعي. كلها هي يعني بدل البلاش فيك شيء مواد طبيعيه وبتفيد البشره. طيب خلينا نحكي كمان المستخلصات، فينا نقول مثل ما قلنا العنايه بالبشره وطبيعيه. هي المشكله انه دائما بتروحي على الشيء الصناعي فيه مواد كيماويه، هي طبيعيه 100% فينا نقول. شو كمان من المواد المستخلصه؟ هيدا شو؟ كريم؟ هذا لوشن للايدين وللوش وللجسم، يعني قليلة تلاقي انه لوشن فيني حطه على وشي، انا انه امن اني حطي على وشي. هلا اللوشن اللي بيميزه او معظم منتجاتنا انه فيها ماء مقطر بالاعشاب، البابونج والغار، اكليل الجبل، مقطر الاعشاب هو الوسط اللي نحن بندمج فيه بقيه المكونات، اضافه للزيوت والخلاصه الاستوائيه. تمام. كمان هيدا شو؟ هذا ماسك للشعر. الماسك كمان له خصائص مطهرة إضافة للخصائص التجميلية. مطهرة؟
اكيد. كيف يعني؟ مطهره لفروه الراس. هلا ممكن في منها يعني ماسك قبل الحمام معناتها؟ تماما. أوكي. قبل الحمام هي عم نشوفه كيف بغذي وبيطول، وانه اذا عندي مشكله قشره او تساقط ممكن انه يعالج لي اياها مع اعطاء خصائص تجميليه لشعري. طب بس كيف هذا بينعمل؟ لانه ليكي كثير لزج، ما بعرف اذا مبين على الكاميرا. هلا هذا اغلبه فيك تقولي الشمع العسل شمع العسل وجوز الهند اضافه للخلاصه الاستوائيه. يعني نحاول تكون مواد بسيطة وقليلة، يعني مو انه نكتر مواد على حساب انه نأذي بشرتنا وشعرنا. طيب امل، هدول المواد كثير يعني او المنتجات هي بتكون غالية شوي ولا لا؟ في دراسة اقتصادية على مشان جيبة المواطن يعني؟ بنحاول يكون في شوية توازن يعني بين انه انا المواد الأولية عم جيبها مثلا بكذا، لأنه مختارة شيء استوائي كمان بده طبعا يعني بده راس مال السوق المحلي كمان. شوي بنحاول انه نراعي، بس فيك تقولي لما بنشارك ببازار او شيء نحن بنخفف شوي من السعر لحتى نشجع انه يشتروا ويجربوا ويستفيدوا. بس يمكن لانه انتم بلشتوا بالمشتل تبعكم الغرس كلها استوائيه، بدال ما يتم استيرادها كمان هي اقل كلفه حتى لما يتم تسويق لهي المنتجات. كمان بس عم نشوف هيدا الكريم ريحته حلوه، كله من فينا نقول من غرس التنين يعني جذوعه او اوراقه او اي شيء منها كثير معتمدين فيها، لانه فيها اكيد يمكن مواد كثير مهمه طبعاً طبيعيه كتير للبشره. طبعا فعاله مطهره وتجميليه. هيدا شو؟ إذا فينا هلا هذا المنحف. منحف انه لا مثلا عندي تشققات مثلا ممكن منطقه الذراعين الفخذين البطن، هي ممكن انه بتنعم البشره فيها كولاجين، فالكولاجين مثل ما بنعرف هو بشد البشره بيعطيها منظر صحي اكثر. نعم. أمال يعني رح نكفي أكيد حديث عن المنتجات، ولكن خلينا نحكي اليوم أي حدا بسوريا حابب يفتح مشروع يمكن شوي بيخاف، ولكن اليوم عندنا السوشيال ميديا هي دعم، بازارات هي دعم لحتى توصلي للناس. كثير في مشروع بيطلع ولكن ما فيه ياخذ محل، ما فيه يوزعه بالمحافظات السورية. اليوم انتم كيف سوقتوا لمشروعكم كشباب جديد ما انكم بسوق العمل بعد؟ اغلب التسويق عم بيكون عن طريق السوشيال ميديا مثل ما حكيتي، على صفحتنا على فيسبوك، صفحتنا على انستغرام. هلا وفيكم تشوفونا هلا بعد فتره عن طريق تطبيق اطلب، ما بعرف اذا سمعاني فيه. هو اول تطبيق بسوريا مجاني ومرخص. يعني انا بنزله بحط مثلا بدي منتج هذا اللوشن بحطه بوصلوا لي اياه لحد بيتي. هلا هي الامور هي بتساعد شوي، لانه في كثير عالم بيحكونا مثلا على الفيسبوك انه انا بدي القطعه الفلانيه، بس كيف بدكم توصلوا لي اياها؟ عن طريق هذا التطبيق، ممكن عن طريق ارقامنا الشخصيه، صفحاتنا الشخصيه، البازارات بشكل مباشر، نتفاعل مع المستهلك بشكل مباشر. خلينا نحكي عن مشروعكم. انتم يمكن بلشتوا بالبدايه بخطوات من خلال نقل كل النباتات والغرس الاستوائيه ضمن المناخ السوري، وعم تحاولوا تنتجوها. لما نجح هيدا المشروع كملتوا بانتاج المواد الطبيعيه للعنايه بالبشره. قديش مهم يمكن هيدا المشروع للشباب والاستمراريه فيه؟ يعني خلينا نحكي كيف بلشتوا بالمشروع، كملتوا؟ في كثير من الناس بتقول لك مكلف، متعب، ما كملنا. قديه كمان بيساعدكم لكثير من الشباب الخريجين؟ يعني انت مهندسه زراعيه استثمرتي فينا نقول دراستك بمشروعك الخاص. هلا نحن لولا نحن لما خلصنا جامعه، يعني فيك تقولي مباشرة بعد الجامعة نحن بلشنا بهذا المشروع، ما بردت همتنا مثل ما بيقولوا. وطبعا كنا محظوظين انه حصلنا على منحة من قبل منظمة UNDP. هلا هي المنح اللي هي بتصير للشباب وللخريجين هي كثير كثير مهمة. صحيح. لأنه أنت كخريج جديد طبعا يعني بتعطيكي مثل بداية أو دفعة أولية لحتى أنت تبلشي، وحتى بعدين يعني بعد حوالي سنة ونص من انطلاق المشروع تبعنا كمان تلقينا دعم يعني من السيدة الأولى، مشكورة أكيد. فهي الجهود اللي هي بتساعد الشباب. هلا أنا لحالي ما فيني كان إني بلش مثلا، بس هلا هذا المشروع اللي نحن الجديد اللي بلشناه أو الخطوة الجديدة فينا نقول بلشناها بشكل ذاتي، يعني بلشناها لحالنا بشكل ذاتي وانطلقنا فيها ومستمرين، وكانت هي مثل امتداد للمشروع الأساسي تبعنا يلي هو المشتل الاستوائي. تمام. يعني تعرفنا عن المواد الأولية، ولكن ضمن الاستخدامات في شيء بشرة تحسست، في شيء ناس ما استفادوا منها؟ خلينا هيك نضوي على أبرز الثغرات يلي وقعتوا فيها كمنتجات، وكيف يمكن تم ضبطها. يمكن فاكهة جديدة، شتلات جديدة، نبتات جديدة، بجوز ما تلاقي بشرات كل الناس.
هلا هون نحكي. الخصوصيه تبع الخلاصه الاستوائيه اللي نحن عم نستخدمها انه هي كثير كثير كان مهم بالنسبه لنا انه تكون مناسبه لجميع انواع البشره. يعني ما تتوجه مثلا بشره جافه، بشره دهنيه، لكل البشره، لجميع انواع البشره وخاصه البشره الحساسه. وحتى بشره الاطفال. انا بيهمني انا هي الصابونه اذا اخذتيها وحممتي فيها طفل رضيع صغير ما يتاثر فيها. يعني هي اكثر شيء كانت نقطه. هي ولا 1% فيها مواد كيميائيه؟ لا ابدا، هي كلها مواد طبيعيه. طب مو المواد الحافظه ما عم ما لا هلا في عنا اسلوب معين. نحن مهندسين زراعيين فخلال دراستنا عندنا فكره عن الزيوت، عن المقطرات وهي الامور. فممكن مثلا مقطر الغار انت لما تضيفي له منتج هو بيحفظ يعمل على حفظ المنتج بشكل طبيعي. يعني بتستخدم مواد طبيعيه حتى المواد الحفظيه. طيب خلينا نحكي، شاركتوا بعده معارض، خلينا عن أهمية المشاركة بهي المعارض لدعم مشروعكم لكثير من الناس يمكن تتعرف عليكم عن قرب. قديش كان في تفاعل للناس اليوم؟ طبعا البازارات والمعارض مهمه لحتى انه نتواجد بشكل مباشر مع المستهلك. صحيح، لانه هي القطعه اللي هي هاي كواليتي بس لها خصوصيه، فانت لازم تشرحي له لهذا المستهلك شو مميزاتها، كيف بده يستخدمها، كيف بده يستفيد منها بالشكل الامثل. فنحن بنشوف هاي البازارات فرصه لحتى نتفاعل اكثر مع المستهلك وتكون اقل كلفه. يعني طبعاً من المنتج بتكون اقل كلفه، واللي بياخذ منها بالبازار بيرجع بياخذ مثلا متصل فينا مره ثانيه بياخذ بنفس التسعيره اللي اخذها بالبازار. تمام أمل، يعني خلينا هيك نعرف المشاهدين أكثر كيف يعني يوصلوا لكم، شو اسم صفحتكم على الفيسبوك، كيف يعني هيك الناس فيهم، في لكم مركز أو لا؟ هلا نحن مثل ما حكينا بالبازار صحيح نحن مشتل يعني تماما بالأساس. يعني فيهم يروحوا على المشتل ياخذوا من عندكم المشتل وفيهم يطلبوا عن طريق السوشيال ميديا، فيهم يدقوا لنا على أرقامنا الشخصية وأنتم بتدلوهم كيف تلتقوا. ولكن طبعاً خلينا نحكي على السوشيال ميديا كيف مكتوبه الاسم تروبي فارم تي ار او بي اي اف اي ار ام اوكي دمسكس تروبي فارم دمسكس. تمام، العالم فيهم يشوفوا المنتجات وشو بتتضمن ويتواصلوا معكم كمان. هدوليك شيء هي التي شو هي؟ هي هلا هي التي عباره عن توليفه استوائيه بتتضمن جميع اجزاء فاكهه التنين اللي بتحتوي على عناصر فعاله مثل الفاكهه بحد نفسها والبراعم الزهريه والجذور الهوائيه اضافه لمزيج من البابونج والكركديه واكليل الجبل والبرتقال. هلا هذا الشاي نحن هو زهر كان هو خارق يعني نتيجه لنزلات البرد اللي هي عم بتصير، فنحن يعني ابتكرنا له هذا الشاي انه بقوي مناعه الجسم مشان السعله حتى بيساعد على الاسترخاء. يعني في كثير عالم بتهتم بهذا الجانب انه بدي ريح يعطي ريلاكس، وفيه بينعمل مثل الزهورات شاي عادي ممكن مع المتة اوكي فيهم يضيفوا وكله مواد طبيعيه. خلينا نشوف هيدا شو، وخلينا نحكي لما العالم بالبازارات او بالمعارض تواصلت معكم عن قرب يمكن فينا نقول تفاعلهم كيف كانوا بعد ما جربوا المنتج، كيف كانت ردود افعالهم عليه؟ كثير كان عندهم فضول انه هي القطعه شو، لما بشوفوا انه هي دراغون فروت كثير يعني توجهوا لها ويصير عندهم اقبال لها ويسالوا عنا، ولما يسالوا يعرفوا شو هي اكيد ياخذوا منها ويرجعوا ياخذوا مره ثانيه. هلا هذا الشامبو يلي بايدك هو جوز الهند والافوكادو، هو كثير اللي استخدمه نحن بنجرب المنتجات يعني فتره شهر على الاقل بيعطي كثافه للشعر وبيعطي حيويه بيتخلص من القشره وبنفس الوقت بيطهر انه فروه الراس. قد ايه فعليا صار لكم مبلشين بالمشروع؟ هلا فيك تقولي من نهايه 2019 بدايه 2020 تقريبا 3 سنوات. طيب ما خلينا نحكي، يمكن حكينا عن كثير من المنتجات ولكن اكيد في مشاريع قادمه، في منتجات انتم حسيتوا انه السوق لازمها هيك او الناس لازمهم منتجات خاصه للعنايه ان كانت بالبشره او ان كانت من المستحضرات التجميليه، احكوا لنا شو هي خططكم اللي جايه، شو عندكم مستحضرات هيك عم تحضروها بدكم بجوز تضيفوا لها اضافات جديده؟ هلا اغلب المنتجات هي كانت تنطلب منا، يعني نحن لما بلشنا كان عندنا مثلا الصابون، الكريمات، الغرسات الصغيره، العالم بتجي لعنا انه بليز اعملي لي مثلا من هي الخلاصه شامبو او اعملي لي ماسك او اعملي لي مثلا مزيل تعرق،
فهي الامور هي عم تظهر لحالها حسب طلب المستهلك اللي هو عم بيطلبها منا. هلا خطوتنا الجايه نحن ان شاء الله انه عم نفكر انه نفتح مركز هو عضوي استوائي متخصص بهي الاغراض او المواد تبعتنا المنتجات الاستوائيه، انه نتوسع اكثر بالمشروع ونستمر فيه ان شاء الله. طيب بما انه هيك كثير عم نحكي عن النباتات الاستوائيه وعم نحكي يمكن عن هالمنتجات، خلينا يعني نعطي ابرز الاستفادات اللي الناس بتستفيد منها، ويعني هيك الخلطات قديش هي مهمه كمان للجسم. يعني حكينا بعض منا على هيدا التي اللي هو فينا نستخدمه كثير استخدامات، شاي متى الى اخره، ولكن هي شو كيف نستفيد منها لجسمنا؟ شو بتعطي هي النباتات كمان؟ هلا اكثر شيء هو اللي عم نستفيده منه هلا عليه هي الصابون الاستوائي. لما مثلا انا عندي مشكله جلديه معينه او بشره حساسه او مسحب شباب، انا لما بستخدم صابون الاستوائي انا بحل المشكله وبنفس الوقت بحصل على خصائص تجميليه معينه. هلا شو الفرق مثلا؟ انا بتقولي لي انه شو الفرق بينها وبين اللي موجوده بالصيدليه؟ اي مثلا صابونه لحب الشباب. هلا صابونة حب الشباب التجارية هي حتحل لك المشكلة بس حتنشف لك بشرتك وحتصير تسحب منها صحتها وتصير انه منظرها مو حلو، بينما هي الصابونة حتحل لك المشكلة وحتعطيكي بشرة كثير حلوة وكثير رطبة وكثير منظرها حلو. ويمكن التوجه هلا عم نشوفه بالسنوات الأخيرة كله عم يروح على المواد الطبيعية حتى في الطب اليوم، ونشوف كثير من الشباب فعليا استضفناهم مهندسين زراعيين عم يحاولوا فعلا يمكن يستفادوا من البيئة الموجودة ويقدموا فعلا مشاريع تدعم اليوم المجتمع المحلي. خلينا نحكي اليوم مثل ما قلتي أهمية دعم الشباب، يعني قلتي أنت ببداية حديثك لو أنا اليوم ما في جهة دعمتني من البداية ما قدرت أكمل هيدا المشروع. هي يمكن رسالة كل الشباب بيحب يوجهها اليوم لكل الداعمين اللي فيهم يقدروا يساهموا لإدخال كل الشباب والخريجين لسوق العمل، أهمية دعمكم اليوم للاستمرار. نحن عم نحكي عن خطوات مشروع من الأول من الألف للياء ومستمرين لتوسيع هذا المشروع. هلا أنا الهدف هو من مشروعنا كان إنه نحن مو بس نمكن حالنا أو مثلا نوصل لذاتنا الاستقلال الذاتي بأنفسنا، نحن بنحب انه نشجع بقيه الشباب. هلا ممكن يكون شباب صبايا عندهم افكار متميزه، هلا انا بحب اقول لهم انه انتم حاولوا اكيد حتلاقوا مين يساعدكم. يعني مو بس انا انه استسلم وخلص انه عندي فكره متميزه ما عندي مثلا دعم مادي ما عندي كذا، لا رح تلاقوا اكيد رح تلاقوا، توجهوا للمكان الصح وبتلاقوا ان شاء الله. وبنحب كمان انه نتمنى انه يصير في عندنا مثل ترويج خارجي، لانه هلا هي المنتجات هي لها فرصه السوق انه تكون سوق خارجي. هذا اللي قلتيه انه هي الصابونه من مانا هاي كواليتي جدا هاي كواليتي وهي مرغوبه يعني، فهذا الشيء نحن بنطمح له ان شاء الله انه بالايام الجايه يكون في تسهيلات مثلا او مثلا ممكن جهه تدعمنا او بهاي الموضوع موضوع الترويج او التسويق، فنحن بنرحب باي رساله عم توجهيها للكل. يمكن باستمرار المشروع والتوسع فيه بيكون يكون في دعم اكبر، وبنفس الوقت عم تدعموا الشباب، يعني كل ما توسعتي المشروع في مشاركه للشباب اليد العامله. طبعا المهندسين الزراعيين دائما بيحكوا معنا انه نحن بنحب انه نشتغل معكم وكذا. نحن بصراحه عندنا صبيتين حاليا بقسم التسويق، فبنتمنى انه اذا كبرنا اكثر ان شاء الله انه نقدر نستقطب اكبر عدد من المهندسين الزراعيين بهذا المشروع. تماما، يعني كمان عم تقدموا منتجات وفرص عمل ان شاء الله وفرص خبره ايضا لكل حدا حابب يتعلم كيفيه دمجهم كيفيه صناعتهم. خلينا نحكي يمكن انتم عم تعملوهم دائما في تجارب بتصير، خلينا نحكي تحت الكواليس قديش يمكن بتتعذبوا يمكن بهيدي بتضلوا لحتى تعملوها، عم تجربوا بتجربوا على حالكم بتجربوا على قرايبكم وبعدين على حالنا. النتيجه عليكم بتكون بعدين بنجرب على حالنا وبعدين على اهلنا وبعدين على اصدقاء بتتوسع الدائره اكثر وبعدين بينزل المنتج على السوق. نعم، احكي لنا كيف هي المراحل هيك اول ما بتبلشوا. هلا المراحل اول شيء هي مو بشكل عبثي، فمثل ما حكيت لك انه هي الخلاصه انا بدرسها بالاول بشوف شو في لها فوائد، هل هي يعني فعاله او انه هي ما مفيده، لا بتشوف انه هي 1 2 3 بتشيل كذا وكذا وكذا. اول شيء بتاكد منه هي الشغل الورقي مثل ما بيقولوا البيبر ورك بتخلصه. بعدين بنبلش بعمليه التجهيز. هلا نحن موادنا اغلبها هي مكون من 3 اجزاء، الخلاصه الاساسيه والزيوت المساعده والوسط اللي هو بيدمج لي الخلاصه المائيه مع الزيوت. اوكي، فهلا هذا الوسط مثلا بدي احكي عن ماء مقطر
بده مثلا اسبوع لحتى يجهز لانه نحن عم نعمله بشكل ذاتي فهو بياخذ معنا اسبوع. يعني هي التحضيرات اكثر شيء ممكن تاخذ اسبوع لاسبوعين زيوت احيانا لحتى تجهز. كله بده وقت اكيد. امل ابراهيم المهندسه الزراعيه ولنور ابراهيم كمان شريكتك بالمشروع اكيد ولكل الشباب المشاركين بالمشروع بدنا نوجه لهم تحيه كبيره، نتمنى لكم التوفيق ومثل ما قلت يا رب كمان تلاقوا دعم اكبر ويتوسع مشروعكم خارج نطاق القطر. شكرا كثير لك. ان شاء الله. شكرا لكم، شكرا على استضافتكم. اكيد يعني تروبي فارم اليوم منتج وطني بجهود سوريه 100%، بدنا نقول هيك لازم الكل يجربه حتى اذا في انتقادات انتم عم تستقبلوها اكيد والتعديل موجود. نحن بدنا نشكرك كثير، موفقين يا رب بخطواتكم اللي جايه. شكرا لك. شكرا كثير. ميرسي لك.